صباح الفل لحد مازن صاحي بدري. يعني ايه اللي مصحيك بدري كده؟ عامل في ايه؟ عشان تيجي معانا؟ ماشي يا عم. صباح الفل. الاول انت عامل شعرك ايه ده؟ مفلفله؟ عامل شعرك كنافة؟ بس حلو ده مازن والله. بقى مازن الحلاق اللي انت بتعمل عنده الكنافة دي فين الحلاق ده؟ يعني اروح انا اقول له ايه؟ اقول له انا عايز اعمل شعر كنافه ولا اقول له ايه؟ انت بتخش يعني بتخش تقول له انا عايز احلق بس ولا بتقول له انا عايز احلق وكنافه؟ لا انا عايز احلق. هو انت بتقول له انا عايز احلق بس وهو عارف الحلقه بتاعتك هي اللي هي الكنافه؟ لا هو عارف هي ايه. بس هي حلقه جامده مازن والله. حلقه بكام دي؟ ببلاش دي ولا بكام؟ بتقعد كام الحلقه دي؟ لا انت تقتين والله. لا يا عم كتير يا عم، انا بحلق ب10 ب15. لا خليني في الحلاق اللي انا عندي. بقول لك انت عملت ايه في قصه حمام السباحه دي؟ وصلت لحد فين دلوقتي؟ وصلت لحد بعمل ضربات رجلين. بص 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 من غير هجص، لان انا عارفه ماشي، وابوك وامك قايلين لي على كل حاجه، فانت كده يعني بما يرضي الله كده قول لي، علشان بيقول لك ان انت بتغطس وبتقعد تصوت والكابتن بيجري وراك في حمام السباحه وبتاع، فانت بالراحه كده واحده واحده كده عليا كده، قول لي كده بما يرضي الله انت وصلت لحد فين؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل ضربات رجلين في الميه. ضربات رجلين كده من ورا؟ وبنام على ظهري. بتنام على ظهرك كده من غير ما تنزل تحت الميه؟ اه. طب ماشي. خلي بالك في التمرين اللي فات اللي احنا قعدنا ان انا صورت لك الفيديو كان ادائك زي الزفت في الاخر، يعني علشان اول ما بنط الكابتن بيمسكني فانا بنط بقى جامد. اها. ودلوقتي يعني تعرف تنام انت على ظهرك كده من غير ما تنزل تحت الميه؟ اه تمام. وايه تاني؟ بس يعني انت مازن من يوم ما رحت بقالك بتاع شهرين كل اللي عملته انك بتنام على ظهرك؟ بنام على ظهري كمان، وبعمل ضربات رجلين في الغويط. ضربات رجلين في الغويط من غير ما تنزل تحت الميه، من غير ما تغطس عادي كده؟ تمام. يعني بص يا مازن، انا بمسك في العمود كده، وبعدين لما الكابتن يجيلي انا امسك فيه. بتمسك فيه؟ تمام. طيب بتعمل دلوقتي بتبدا كده تعمل ستارت ولا حاجه بايديك ولا لسه برضه؟ ستارت يعني بتبدا كده بايديك شمال ويمين كده ولا لسه ما وصلتش للمرحله دي؟ والله مثلا حسين انت بتشتغلنا والموضوع ده كله الفلوس اصلا بتروح في الفاضي، وانت بتروح وما اتعلمتش اي حاجه. هو الكابتن هو اللي بيعلمنا. هو بيعلمك؟ طيب ما يعني البنت اتعلمت، الجودي اتعلمت، طيب انت فين؟ ما الكابتن هو يعني كده اصلا. يعني انا هسالك سؤال يا مازن كده بامانه، يعني انت مستواك افضل ولا مستوى جودي افضل؟ من غير كده مستوى جودي. طيب يا مازن امال ايه بقى؟ ما انت رايح مع جودي اصلا، انت رايح مع جودي. يا مازن حرام عليك يا مازن، انت بتعوم زي الحديد. شفت الحديد بيعوم ازاي؟ عمال تقول لي بنام على وشي وبنام على ظهري، الحديد بيعوم ازاي؟ يعني لما جبت الحديد ده كده تحطها في الميه الحديد بيقوم ازاي؟ بيقوم غطسان كده تحت الميه. اه. فانت انا حاسس ان انت بتعوم زي الحديد بالظبط. ما بنزل تحت الميه. طيب. بحط الشكل ده تحت الميه. بص يا عم من الاخر كده، بكره انا جاي معاك في تمرين، بكره الجمعه؟ جاي معاك في تمرين بكره عشان نشوف القصه دي. درست الشيت بتاعت امبارح. لا اقسم بالله كانت جامده. الواد محمد برشط عليا خدها مني بعد ما اكلت نصها اصلا. انت عملت ايه في بتاعتك؟ اكلت نص وجيت لي بدر نص. تيجي نعمل مسابقه النهارده، نجيب لكم كلكم ايس كريم كده ونعمل مسابقه ونشوف مين اول واحد هيخلص ومين تاني واحد وكده. نعمل تحدي بينكم كلكم وبين بعض كده بالايس كريم. موافق؟ خلاص ماشي تمام.
تمرين بكرة الساعة كام؟ بكرة بعد الغدا. بعد الغدا؟ خلاص جاي ما تروحش من غير. هجي لك بالعربية. نشوف الكارثة دي. بس انت هتقعد معانا شوية. هقعد معاكم شوية ازاي؟ هتقعد معانا شوية يعني. في النادي بعد بعد التمرين ما يخلص؟ اه. اشمعنى يعني؟ هتقعد معانا شوية انت ما قعدتش. انا من زمان. عايز نقعد معاكم يعني؟ اه. مفيش مشكلة، بقول لك أنت بتاخد العجلة معاك ولا بتسيبها فين؟ لا باخدها معايا. يا عم أنا سمعت إن أنت العجلة بوظتها يا عم وخرمتها وراحت لعجلاتي مرة واتنين وتلاتة، أنت فيها عملت فيها إيه يا عم؟ والله أظن إيه؟ هو أصلاً هو الكاوتش اللي ورا مش معدول. ماشي يا مازن، هو أنت كنت واخدها سليمة، إيه اللي حصل لها؟ وبعدين صلحناها، رجعنا بوظتها تاني، رجعت صلحتها، رجعت بوظتها تاني. بوظتها إزاي؟ انا ما اعرفش يعني ابوك وامك اللي بيقولوا لي كده. هي دلوقتي اخبارها ايه؟ سليمه ماشيه شغاله؟ اه. هو انت بتعرف تسوق ولا لسه برضه زي الزفت برضه زي السباحه؟ ما هو انت مفيش حاجه اصلا. انا بسوق. ده ما انا شفتك اخر مره لما كنت قابلتك وانتوا راجعين. انت بتسوق من غير سندات ومن غير اي حاجه مش كده؟ اه. ما اشوف وريني ماشي. وجودي اخبارها ايه؟ وصلت لحد فين في سواقه العجل؟ جديد لسه. يا سلام. اه والله. ده اللي انت فالح فيه انك تعرف تسوق بس عجل. مازن ده يا جماعه احسن واحد يسوق عجل، بص حريف عجل بجد، حريف عجل يعني. اتعلمتها في قد ايه يا لأ؟ لا انت اتعلمت العجل في مده قد ايه؟ استنى مازن، الجو حر جدا، انا بصراحه ما انتش قادر. الجو حر عندك ورا؟ تيجي نقفل الازاز ونشغل التكييف. انت عندك الازاز؟ استنى كده نشغل التكييف احسن، يا عم الجو حر جدا كده. كويس. مش بقول لك مين اللي علمك سواقه العجل الاول؟ انت اول مره مرة بس هي أول مرة كانت العجلة مسندة لسه. طيب بص بص يا مازن أقول لك حاجة. أول مرة علمتني بتاعت بودي، وبعدين أنا بقى لعبت بيها وعرفت ألعب بيها. طيب ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن تفهم الناس لو حد عايز يتعلم العجل ولا حاجة تعرفهم أنت هتعلمه إزاي؟ بما إنك أنت أصلا فاشل في السباحة، وأنا شايف إن أنت يا مازن يعني خلاص، انت حاسس ان انت هيجي منك في السباحه هتبقى كويس؟ حاسس ان انت هتبقى كويس يعني؟ يعني ممكن مثلا كمان 10 سنين مثلا تبدا تعرف تعوم؟ ولا قريب ان شاء الله؟ قريب. طيب علمنا بقى، علمني انا راجل دلوقتي ما بعرفش اسوق عجل، علمني اسوق عجل ازاي؟ زقه؟ يعني انت تركب كده على العجله كده وانا اقوم زقك زقه؟ طب ما انت هتقع عشان ما بتعرفش تسوق. لا ما انت بتزق زقه. تمام. وبعدين انت تحط رجلك تبدا اللي هو تبدل كده يعني برجليك. اه. وانت اتعلمت كده يالا؟ والموضوع ظبط معاك مش كده؟ اه بسوق بايد واحده. كمان يعني انت دلوقتي وصلت المرحله، يعني انت بتسوق بايد واحده. طيب خلاص ماشي، بس هتقع مازن. اه. انت اوعى تقع. انت بتسيب العجله فين اصلا؟ بتاعنا فين؟ فين؟ بتطلعها فوق ولا بتسيبها تحت؟ لا بحطها فوق بس بحطها في البلكونه. بتدخلها في البلكونه؟ ومين بيشيلها المسافه دي؟ انا. بتطلعها انت بتعرف تطلعها؟ خلاص ماشي. يعني ماما بتشيل من قدام وانا بشيل من قدام. يعني بكره ايه؟ بكره هنعمل ايه؟ بكره بعد الغدا اول حاجه هنعملها تمرين السباحه. اه. وبعدين بعد كده نقعد في النادي. اه. شوية وبعدين نروح نلعب بالعجلة. وبعد كده نلعب بالعجلة؟ طيب بس عايزين نعلم جودي بقى. جودي مش بتعرف تسوق. مش ايه؟ جودي مش بتعرف تسوق. يعني مش بتعرف تسوق؟ طب ما هي بتعرف تعمل تلعب سباحة وانت ما بتعرفش. عادي ممكن. بس السباحة هي اللي بتخلي الواحد يعرف يعني يعملها. يا ودي حريف يعني، على سن انت حريف قوي يعني، حريف قوي انت في السباحه يعني. عمال يا مازن يعني المايه تكدب الغطاس، احنا هنروح السباحه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي وعشان ما نطولش عليكم يا شباب.